النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد 30 ديسمبر تحت شعار السلام ضد الإرهاب. ومجلس الأهلي يستكمل اجتماعه اليوم. والبدري أغلقنا ملف مباراة المقاصة ونفكر في صدارة الدوري. بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان السلام ضد الإرهاب، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية لدعم الدولة في التحديات والتي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم. وتحدد 30 من الشهر الجاري موعدا لهذا المهرجان الكبير والذي ستكون فقرته الرئيسية هي مباراة في كرة القدم بين الأهلي وأتلتيكو مدريد الأسباني بكامل نجومه في ملعب برج العرب، بعد قيام إدارة النادي بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. ويتضمن المهرجان أيضا العديد من الفقرات الفنية الرائعة والتي تنتظر الجماهير، وذلك بمشاركة كوكبة من نجوم الفن وفي مقدمتهم محمد حمائي رابح صقر وأحمد الهرمي وأريد الشامي. وتقام الاحتفالية العربية بدعم كامل ورعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والذي يؤكد على العلاقات الوطيدة والتضامن اللامحدود بين الشعبين المصري والسعودي في كل المواقف، وحرص الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر والتحية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام، مصرية وسعودية بشكل خاص، وما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة وأن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر شهداء الوطن. يستكمل اليوم مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعه الممتد منذ مساء أول أمس السبت. وكان مجلس الأهلي قد اتخذ حزمة قرارات في اجتماع السبت، منها تعيين عدلي القيعي متحدثا رسميا باسم المجلس الأحمر ومستشارا إعلاميا للنادي، بجانب تكليف الخطيب بالإشراف على فريق الكرة واتخاذ القرارات العاجلة للمجلس والتي تحتاج لحسم سريع. كما قرر المجلس أيضا تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، وجاء كالتالي: العمري فاروق رئيسا، خالد الدرندلي أمينا للصندوق، وعضوية كل من خالد مرتجي ورانيا علواني ومهند مجدي.
أخبار الفريق الأول، حيث قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أداء الفريق تباين على مدار مباراة المقاصة والتي خسرها الفريق 3-2، وذلك بسبب الإجهاد والذي أصاب معظم اللاعبين بعد خوضهم لعدد كبير من المباريات المتتالية. وأضاف البدري في تصريحات عقب اللقاء أن سيناريو المباراة كان من الممكن أن يتغير إذا سجل الأهلي الفرصتين واللتين أتيحتا في بداية اللقاء، ولكن سوء التوفيق حرم الفريق أن يملك الأفضلية ويسيطر على المباراة منذ البداية. وأشار البدري إلى أنه حاول تشكيل ضغط على فريق المقاصة في الشوط الثاني، ولكن توقيت الهدف الثالث ساهم في زيادة صعوبة المباراة على لاعبي الأهلي، موضحا أنه سيفكر من اليوم في المواجهة المقبلة أمام طنطا، مؤكدا أن الدوري ما زال طويلا وهدف الأهلي هو احتلال الصدارة والحفاظ على اللقب. أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حزنه بسبب خسارة فريقه أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري. وقال عبد الحفيظ أن الأهلي تأثر بالغيابات في مركز قلب الدفاع في ظل إصابة رامي ربيعة وسعد سمير، وهو الأمر الذي ظهر في لقاء المقاصة. وأضاف: سنغلق ملف لقاء المقاصة وتركيزنا حاليا على الفوز على طنطا يوم الجمعة المقبل. أعطي مبررات للهزيمة والحديث عن ضغط المباريات الجميع يعلمه، وعلينا أن نفوز على طنطا. قرر الجهاز الفني لكرة القدم بالأهلي بقيادة كابتن حسام البدري منح اللاعبين راحة من الميران اليوم الاثنين، وجاء قرار البدري تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة طنطا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 13 بمسابقة الدوري الممتاز. تخلص حسام عاشور لاعب وسط الأهلي من إصابة العضلة الخلفية والتي لحقت به قبل مواجهة مصر المقاصة والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، وهو الأمر الذي تسبب في استبعاده من قائمة فريقه أمام الفريق الفيومي. ويخضع عاشور لاختبار طبي على هامش ميران الفريق غدا الثلاثاء قبل مشاركته في الميران الجماعي استعدادا لمواجهة طنطا. وأكد عاشور للجهاز الطبي تعافيه بشكل كبير من آلام الخلفية معلنا جاهزيته لمواجهة طنطا.